مورنينج رين فور، ازيكم عاملين ايه؟ انا ميس فاطمه، والنهارده ان شاء الله حابه اخد معي اخر بارت للكونسيبت بتاعنا. احنا اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن الاورجانز اللي بياخد الانفورميشن فروم لايت، اللي هي الايز. الايز اللي هي الاورجان اوف سايت افكتيف لايت. اوكي، طيب ايه نوع الانفورميشن الايز بتاخدها؟ بتبقى عامله ازاي؟ مثلا سينجز ريد ترافيك لايت means you must stop. يعني انا لما اشوف ريد لايت في الترافيك معنى كده انا لازم اعمل ستوب. كمان people use a risk of fear to get help، لو في مثلا حد تايه في الصحراء بيستخدم risk of fear. people use signal fires to communicate over distance. كمان في الصحراء البعيدة بيستخدموا كمان الفايرز سيجنال فايرز عشان مثلا يقدروا يشاوروا البعض، يعرفوا مكان بعض فين في الصحراء. كمان من هايكرز او الترافلرز، الهايكرز دول اللي هو بيعملوا الترافلينج بيطلعوا الجبل اسمهم هايكرز. يوز ميرورز تو اتراكت اتنشن اوف ريسكيو هليكوبترز. يبقى الهايكرز بيستخدموا الميرورز عشان يعملوا اتنشن للهليكوبترز، يعرفوا احنا موجودين هنا. اوكي، يبقى دي الانفورميشن الايز ممكن تاخدها. معنى ان انا اخدت انفورميشن وعرفت انا هعمل ايه، يعني ماست ستوب. يعني اما اخدت انفورميشن بتاعت الريد لايت يبقى معنى كده انا ماست ستوب. اخدت انفورميشن ريسك فلير معنى كده ان في حد تايه. الحاجات دي كلها اسمها كودز. يبقى الانفورميشن دي عرفتني انا هعمل ايه، يعني معنى كده ان الانفورميشن دي ادتني كود. اوكي، يبقى لما الانفورميشن جيت باترن اتس كولد كود. طب ممكن يجي لي سؤال كومبليت، وين الانفورميشن جيت باترن بتكون لها شكل معين بنسميه كود. طب ايه هو الكود ده؟ اتس باترن ذات هاز مينينج، يعني شكل معين بيكون ليه مينينج، ليه معنى. يعني مثلا ريد لايت في الترافيك معناه ان انا ما ستوب، دي معناها goods. الحركة دي معناها pads. كوي، الحركة دي معناها stop. دي طبعا traffic signs. عايز اخد example على الكود. thumb and thumb down the traffic signs and lights can be used to express simple meaning like goods, bad, stop, go. كوي، كمان exhibition on pieces are codes help people to predict their feelings. يعني لو انا فرحان او زعلان ده expression، ده اسمه codes. كمان language is a code in form of sounds. language دي بيكون بتطلع صوت معين او بتطلع كلام معين بيديني معنى معين. يبقى دي كده language دي codes. كمان writing is a code that use symbols in pattern to give a specific meaning. يعني حاجات كده بكتبها بتديني معنى معين بتعرفني انا عايزة ايه. يبقى دي اسمها برضو codes. يبقى language is a code in form of sounds عشان language بتكلم بيها. like writing is a code in form of symbols، حاجات بكتبها. okay and using or sound using communication، دي برضو نوع معين من الكود. انا بعمل اصوات معينة او مزيكا معينة بتجيني معنى معين، مزيكا فرحانة او مزيكا زعلانة او هكذا. اوكي، كمان لايت هاوسز. طب ايه هي اللايت هاوسز؟ هي سنت كودز ان فورم اوف فلاشز اوف لايت تو تيل ذا سيلر وير ذي ار. يعني اللايت هاوسز دي زي مثلا زي بتطلع لي فلاش لايت في البحر بتعرف السيلرز هم موجودين فين. يبقى دي برضه اسمها عبارة عن codes عشان دي بتطلع اشارة او بتطلع ضوء بتعرفني بتعرف السيلرز هما فين. when sense organs receive information and send message to brain the brain decodes and interprets the meaning. لما information دي بتوصل البرين، البرين بيعمل decodes، يعني بيحاول يترجم الكود ده وعايز ايه. okay كمان الانيمال ممكن يعمل لك كود زي الانيمال اللي في الصوره دي. دي اسمها فاير فلاي بيتلز. دي ار تايب اوف انسكتس ذات يوز
ذا كان بريت ووز كيميكال ريأكشن إن ذير وينجز. يبقى جنوع معين من بيتلز بيطلع لي كيميكال ريأكشن إن ذير وينجز to form a different flash pattern. بدل ما بقى شفت باترن يبقى ده اسمه كودز. طب بتطلع بتعمل باترن ليه؟ to warn other beetles from predators عشان تحذر البيتلز التانيين لو في بريدتورز جاي. كمان to attract males to reproduce كمان عشان تقدر تجذب الميلز to reproduce. okay what happens if there is another group of fireflies flashing nearby. يعني ايه اللي بيحصل لو في fireflies تانيين بيعملوا flash؟ they will change their own flash pattern. هيحاولوا يغيروا الباترن بتاعهم عشان يمشوا مع بعض. اوكي طيب عايز اعرف ليه فاير فلايز تشينج ذا فلاش باترن. ليه الفاير فلايز بتغير الفلاش باترن بتاعتها؟ ثم ايش ذا فلاش باترن اوف اذر جروب تو كوميونيكيت عشان تحاول تخلي الباترن بتاعها زي الباترن بتاع جروب تاني من البيترز عشان تعمل كوميونيكيت يقدروا يفهموا بعض او يتواصلوا مع بعض. اوكي الاثنين humans and animals الاثنين بيقدروا يعملوا communication والاثنين بيقدروا يتواصلوا مع بعض. احنا خدنا ان الاثنين بيعملوا producing the sound الاثنين بيطلعوا low pitch sound or high pitch sounds. يعني animals زي humpback whale والhumans زي men or women. okay والاثنين بيعملوا displaying lights. في animals زي firefly beetles ومثلا الهيومن ممكن يستخدم فلاش لايت. اوكي يبقى الاثنين بيقدروا يعملوا كوميونيكيت الاثنين بيقدروا يتواصلوا عن طريق الساوند وعن طريق اللايت. يعني الهيومن بيقدر يعمل ريدنج يقدر يرى يقدر يكتب رايتنج واتش تي في يقدر يستخدم السيلفون ويستخدم الاي ريدر اللي هو الالكتروك ريدر للصوره دي. لكن الانيمال بيعمل ايكولوكيشن زي اخذنا الدولفينز واخذنا الباتس. اوكي كده خلاص خلاص الكونسيبت بتاعنا. فعايزاكم بقى تحلوا اكسرسايز كتير على الكونسيبت ده واي سؤال يقف معاكم ابعتولي على جروب تليجرام او اكتبولي في الكومنتس وان شاء الله هحاول احلهم معاكم. جود باي.